حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاويه حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد اضمرت فارسلها من الحفياء وكان امدها ثنيه الوداع فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال سته اميال او سبعه وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها.